وحقيقة انظر بعد ذلك ذكر الآية التي فيها مشروعية وبيان أحكام الوضوء، فقال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ وهو محمد بن إسماعيل البخاري، وهذا إخواني في الله مشهور في كتب أهل العلم. عندما يريد الواحد منهم أن يكتب شيئا فمن باب التواضع يقول قال أبو عبد الله، حتى لا يدخل الكبر إلى قلبه فيقول قلت. يخشى العالم على نفسه أن يدخل العجب إلى قلبه، فإذا كان العلماء يخافون أن يدخل العجب إلى قلوبهم فماذا حالنا؟ فنحن بحاجة أن نتفقد أنفسنا أكثر وأكثر. بل بعض أهل العلم يستخدم عبارة فيها إهمال أكثر، ماذا يقول؟ تفضل. غير ذلك أشد، قال فقط من غير زيادة. وهذا يفعلها من أهل العلم عندما يقول عن نفسه يقول قال، لا تدري من القائل إلا طالب العلم فهو يعرف أن المؤلف هو القائل. مثل المرجناني في كتابه الهداية، فهو عندما يريد أن يشرح شيئا وهو فقيه حنف، وما أدراك ما هو عند الحنفية، بل إن بعض متعصبة الحنفية يقول الهداية نسخت كل كتب الحنفية السابقة، تعصب. لكن الشاهد من هذا أنهم جعلوها مفخرة، ومع ذلك عندما كان يشرح كتابه البداية كان يقول قال، يجعل نفسه نكرة. فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ وماذا إلى الله المشتكى في هذا الزمان من حالنا؟